باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حبايبي الحلوين وحشتوني قوي زي ما احنا متعودين. النهارده يوم جديد من مدارس الاحد وقصه جديده جميله، وقصتنا النهارده حلوه قوي قوي وهتعجبكم، وكمان هتشكروا بابا يسوع على القصه دي. بس قبل ما هنشرح القصه، كانت في واحده صاحبتي قالت لي يا مس لازم اجي احضر معاكي مدارس الاحد، بس هي شقيه قوي وانا مش عارفه راحت فين. يا توتة يا توتة، انت رحت فين بس يا توتة؟ يعني يا مس في ايه؟ ايه يا توتة اللي انت بتعمليه ده يا توتة؟ انت جايه مدارس الاحد ومعاكي الموبايل؟ يا مس انا بترضى بس. ما ينفعش يا توتة اللي انت بتعمليه ده، الموبايل ممكن تحطيه لو سمحت. انا خسرت الدرع عايزه من الاول. معلش يا توتة، حطي الموبايل بعد اذنك. شاطره يا توتة. عارفه يا توتة انت بتفكريني بمين يا توتة؟ بفكرك بمين؟ بتفكريني بواحد صاحبنا اسمه مارك. مارك ده كان بيحب الموبايل قوي قوي زي كده يا توتة، وفي مرة كان رايح حفلة ونسى الموبايل بتاعه جنب الانجيل. لا انسى الموبايل ده حياتي ما ينفعش. معلش يا توتة هنسيبه بس دلوقتي، انا عارفة ان انت منسيتيه. فدلوقتي يا توتة هنشوف ايه اللي حصل، الحوار اللي حصل ما بين الموبايل وبين الانجيل. تيجي نشوف يا توتة؟ يلا نشوف. مارك نسى ياخدني معاه، اكيد هو زعلان جدا. اما انا بقى فمارك نسيني على طول، ما اعتقدش حتى ان انا فارق معاه. اصل انا بعرفه اخبار صحابه وزمايله، وانا بعرفه اخبار حياته وابديته، وكمان من خلالي بتجيله رسائل كتير قوي من زمايله، وانا بوصل له رسائل من ربنا اله وخلقه. عارف مارك بيتباهى بيا قدام كل اصحابه، اصل انا غالي واحدث موديل. لا اعتقد ان مارك بيتكسف يتكلم عني مع اني ما تقدرش بمال. انا مارك على طول حاططني في جيبه وكمان مسكني في ايده على طول. يا ريته بيفتكرني حتى، ما كانش ده بقى حاله، ده يا دوب بيفتكرني لما يتزنق في مسابقه ولا ايه. انا متاكد اني غالي جدا عليه. للاسف مش قادر احدد قيمتي عنده. لما بتفتحني بتلاقي يوه حاجات ومحتاجات، إشي نت وإشي ماسنجر. أنا لو فتحني هيلاقي خلاصه وحياته، ياريته يعرف إنه من غيري مش هيقدر يعيش. أنا الكتالوج الإلهي اللي بخلي الناس تعيش عيشة أحلى. ياللي الدنيا واخداك ومش عارف يمينك من شمالك، تصحى الصبح بدري تقعد تلف وتدور وإنت مش عارف إنت عايز إيه ولا إيه الهدف من حياتك. لا يا صاحبي، مش هي دي الحياة اللي ربنا عملك علشانها. استنى شوية وفكر، ارجع لإلهك، ارجع لكتابك اللي عمره ما ضلك ولا غشك، بالعكس ده دايما بيرشدك ويبعدك عن الخطية. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خبر يا مس ده اللي بعمل كده على طول. شفتي حبيبتي ان انت طول النهار ماسكه الموبايل ومضيعة وقتك وسايبة الانجيل اللي بيملانا من الروح القدس؟ لازم، الانجيل ده فيه بركات وبيخلينا فرحانين. برافو يا توت، الانجيل يا حبيبتي بيملانا من الروح القدس، بيخلي الخطيه ما تقربش مننا. يعني مثلا لو جه الشيطان وقال لك يا توت يا توت تيجي تكذبي على ماما، هقول له لا، في 100 حاجه في الانجيل تخليني ما اكذبش. شاطره يا توت. راجي قال لك ايه رايك يا توت تحلفي النهارده؟ هقول له برده لا، في 100 حاجه في الانجيل تخليني ما احلفش وما عملش اي خطيه وحشه. شاطره يا توت، يعني الانجيل هو اللي بيملانا من الروح القدس ويبعد عننا عدو الخير. عرفتي بقى يا توت قد ايه الانجيل مهم في حياتنا؟ اه فعلا الانجيل مهم جدا جدا في حياتنا. انت عارفه يا توت النهارده قصتنا حلوه قوي قوي، قصتنا النهارده من الانجيل، من سفر اعمال الرسل. وحبايبي هنسمع دلوقتي قصتنا مع بعض. هي قصه ايه؟ فيلبس الرسول والخصي الحبشي. ايه بقى قصتنا النهارده؟ كان حبايبي زمان في واحد زمان قوي كان وزير، الوزير ده كان جاي من بلد اسمها كان الحبشة، الحبشة دي بلد اسمها اثيوبيا حاليا. والوزير دوت كان بيحب ربنا قوي قوي، وكان هو يهودي وكان كل سنة يجي اورشليم علشان خاطر يسجد لربنا. وكان في اليوم ده راح اورشليم وسجد لربنا، وكان مروح بالمركبة بتاعته. المركبة حبايبي عبارة عن عربية كبيرة قوي قوي، والعربية دي كان بيجرها حصان كتير، وكان ساعتها ماسك العهد القديم وقاعد بيقرأ فيه في سفر اشعياء النبي، وشاف آية غريبة قوي.
بتقول ومثل شاه سيق الى الذبح ومثل خروف صامت لم يفتح فاه. ساعتها استغرب قوي قوي من الايه دي وقال ايه الكلام الغريب ده، شاه وخروف وذبح وايه ده. ساعتها هو استغرب وكان قاعد يفكر واتمنى من كل قلبه ان حد يفهمه الكلام ده. وفعلا يا حبايبي عشان ربنا طيب وحنين وبيحبنا كان عدد له وكان بيفكر له خلاصه وكان بيفكر له بحاجات تانية خالص. وفي الوقت ده في لبس الرسول وهو بيبشر ظهر له ملاك الرب وقال له ايه، يا فيلبس هتروح الجنوب هتلاقي الوزير وهتبشر باسم. وفعلا فيلبس فرح قوي وروح ربنا وصلته للوزير. فبعد كده حبايبي ايه اللي حصل؟ فيلبس كلم مين؟ الوزير وقال له انت فاهم اللي انت بتقراه ده؟ ساعتها الوزير قال له لا بصراحه مش فاهم، كنت قاعد بصلي لربنا عشان يفهمني. فركب معاه المركبه وقال له انا افهمك. وقال له قد ايه بابا يسوع طيب وحنين وبيحبنا، وقد ايه هو نزل من على الصليب، نزل من السماء على الارض واتألم واتصلب وقام من الاموات عشان خاطرنا عشان يفدينا من الخطيه. ساعتها الوزير انبسط قوي 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 وفرح جدا 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 قوي بالكلام ده، وكان مبسوط وكان قد ايه قلبه مليان فرح. وقال لفيلبس ينفع تعمدني؟ ساعتها ايه كانوا ماشيين جنب النهر، فراح فيلبس قال له لو انت عندك ايمان ان انت تؤمن وتتعمد هعمدك. فقال له ايه، انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. وفعلا يا حبايبي فيلبس خد الوزير على النهر وعمده. وبعد كده راح ايه مشي، جه روح الله خدت ايه فيلبس. والخص الحبشي كان فرحان قوي قوي قوي، الوزير كان فرحان قوي قوي، كان مبسوط وكان فيه فرح وسلام. صح حبايبي نسيت اقول لكم حاجه، فيلبس كان واحد من ال 12 تلميذ بتوع بابا يسوع. انتوا عارفين يا حبايبي ان بابا يسوع كان ليه 12 تلميذ وده كان واحد منهم، ابتدى يبشر بعد كده باسمه. وكان ايه سفر الاعمال الرسل بيقول لنا قد ايه كان الوزير فرحان ومش في طريقه فرحان بسبب ايه كلام ربنا وبسبب الكلام اللي هو فهمه. زي ما احنا بنبقى فرحانين لما بنقرا الانجيل. شاطره يا توتا، زي ما احنا بنبقى فرحانين زي ما بنقرا الانجيل. عرفتي بقى يا توتا قد ايه الانجيل مهم جدا في حياتنا؟ الانجيل مهم جدا جدا في حياتنا، ولازم يا توتا نقرا الانجيل على طول وما ننساهوش. ماشي يا نس. عرفنا قصتنا الجميله؟ جميله قوي يا نس. نحفظ بقى يا حبيبتي الايه الدرس النهارده بتقول ايه؟ انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. بالراحه يا نس بالراحه. حاضر يا توتا. انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. هو ابن الله.